هل يقدر الرجل انه يعيش مع مرة واحدة؟ هذا حديثنا اليوم مع أساتذتنا الأفاضل الموجودين معنا في الاستديو، الدكتور خضر بارون استاذ علم نفس بجامعة الكويت، والمحامي محمد صفر، وكذلك الاستشارية التربوية الأستاذة عزيزة الحداد. حياكم الله معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك. الموضوع شيق جدا، بما أن جايبين إحنا من كافة التخصصات راح نتعمق في هذا الموضوع أكثر، لكن بداية معك أستاذة عزيزة، يعني لك لقاءات سابقة وظهور إعلامي ذكرتي أن الرجل بطبيعته يعني ما يقدر أنه يظل على مرة واحدة. لا، مو ما يقدر، قلنا هي طبيعة موجودة في الرجل يقدر يعيش مع أربعة ويقدر يعيش مع واحدة. التعدد موجود من الأزل، الدين الإسلامي فقط هذا بالتعدد، لكن هو موجود في من بداية الخليقة، موجود التعدد موجود، لكن احنا ما نقول انه هو ما يقدر انه اللي يعيش مع اكثر من وحده، لا، لكن هو عنده امكانيه انه يعيش مع اربعه. نعم، ويحبهم نفس الحب ونفس التقدير. فالمرأة تستغرب من هالوضع، صح؟ شلون؟ لان هي ما تعرف تحب اثنين رجلين كعلاقه، ما هي طبيعتها الانثويه ما تسمح بهالموضوع، لكن الرجل يسمح. يسمح لانه يحب الاربعه ويعاملهم وهي تستغرب شلون انت تحبني وتحبها. إيه؟ هو يقدر بس هي ما تقدر، فطبيعه الرجل كذي وطبيعه المراه كذي. نعم. دكتور خضر، ايش رايك بهذا الموضوع؟ طبعا كلام يعني هي اجتهاد تشتهي فيه، ممكن يكون صح ممكن خطا، بس نعم. على فكره الحب شيء جميل جدا وممكن ان يوزع على الاف الناس. نعم، يعني انا ممكن احب تكرمين كلب وعز عز اللي شغل، يعني لو افقد ابكي مثلا. نعم، وممكن احب اي شيء اخر. فالحب هو ليس لي مثل ما تقول يعني استاذتنا ان والله ان المراه تحب واحد، لا، المراه ممكن تحب 20 واحد. ليش لا؟ اصلا يعني ترى مثل ما الرجل يحب التعدد. اذا شلون تحب 20 واحد؟ لا، خل اقول يعني احنا الرجال مو متقبلينها اربعه، المراه تحب 20. انا اعطيك مثال واقعي. نقول مثل ما الرجل يحب التعدد ايضا المراه تحب التعدد، ودليل على ذلك مره في ايضا في تلفزيون كوميدي. نعم، دكتوره فوزيه الدريع قابلت وحده متزوجه 27 مره. لا اله الا الله. نعم، صح. فلذلك تقول انا احبهم ولا زلت احبهم. نعم، فلذلك الحب هو عباره عن ارتياح، يعني الشيء اللي انا ارتاح له انا احبه. فلذلك يعني انا احب اربع ولا 20 ولا 30 خير ان شاء الله، لكن انا اقول لك اكو قواعد، اكو ثقافه، اكو معايير اجتماعيه. يعني الحين الامريكيه بس تحب واحد مثلا، عندهم عادات انها ممكن يكون عندها عشيق. نعم، وتحب تموت اكثر من زوجها. ممكن يكون اكثر من عشيق ايضا. وهكذا. فاذا اذا اذا الانسان ممكن ان يعيش على حب واحد ويخلص له، لكن هذا ليس معناه انه بس هذا الحب فقط، ممكن ان يتعدد في ذلك. اذا وكل واحد ودافع الجنسي قوته. نعم نعم دكتور، هذا مو خلل بالحاله النفسيه او بشخصيه الفرد نفسه؟ لا لا، هذا تركيب البيولوجي، هذا التركيب البيولوجي انه عند القوه وعند اللي هو يعني مصدر البيولوجي الداخلي والدافع القوي اللي يجعل ان يتصل في اكثر من وحده، او حتى الحرمه تتصل في اكثر من واحد. كثير ما نسمع الخيانات عندهم الزوجه وتخونه مثلا، تخونه مع اكثر من واحد، لان هي اساسا، وطبعا لا حياء في الدين، ها، انا اتكلم من اللي هو المنطق، ان لا حياء في العلم ولا حياء في أكيد. اللي هو الدين. نعم، لذلك احنا نتكلم من ذلك. فممكن ان تكون الحرمه تحب، لكن الثقافه الاجتماعيه العادات والتقاليد تمنعها من ان تنطلق الى اللي هو اكثر من مثلا زوج او مثلا كذا. بس اسمحي لي. نعم، على فكره سؤال ودي اسال الدكتور. اكيد تفضل. انا افهم ان الرجل ممكن انه يكون عنده قدره ماليه، صح، وماديه، صح، عنده امكانيات انه هو يتزوج ثلاث واربع ويطلق ويتزوج مره ثانيه، صح، ليل عشر، صح، ونفس ما قلت انت كمثال اللي قلته، في واحده متزوجه 27 مره، واحده 21 مره، وفنانات عربيات وشفناهم على الشاشات الفضائيه. نعم، ولكن انا ما اصدق انه ممكن واحد يحب اربعه. ليش ما تحب؟ ليش انت ما تحب؟ انت ما تحب عيالك الاربعه؟ هذا حب ثاني. هذا حب، هذا حب ثاني. يختلف عن امي، يختلف عن ابوي، يختلف عن اكو قبيله في 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 باكستان، اوكي، او في الهند اعتقد، ان المراه لها عده رجال، يعني يزوجونها عده رجال، اربعه خمسه في البيت تعيش وياهم وتخدمهم.
حطوها مره في الواتساب اوكي، امراه واحده لاربع رجال او خمس رجال من زوجتهم خير وتحبهم كلهم وتعمل في خدمتهم. هذا عندهم يقول ما هو السبب؟ يقول لان ندره الحريم نعم وكثرة الرجال، فلذلك خلوه بهذا الشكل. بس نسبة بسيطة يا دكتور. لا أقول لك يعني مثل ما في حق الرجل اللي هو النواحي البيولوجية أنه ما يقدر يصبر على واحدة، مثل ما قالت لنا الأستاذة، أيضا أكو امرأة هم ما تصبر على واحد. وأنا أعرف، وأنا جت السبق وأنا كنت عندي هي عيادة، جت واحدة تقول ما أقدر أصبر على واحد. أبي التنوع، طلق زوجها عشان تتنوع. إيش رأيك؟ عالج لي. أبي التنوع. شلون عالجت؟ طبعا هذا شاذ، هذا شاذ. لا بس اقول لك يعني هو طبعا يعني الثقافه والعادات واللي هو التقاليد الدينيه وايضا خلينا نقول اللي هو المعايير الدينيه تحد المراه أكيد. من ان صح. تختلط في اكثر من واحد صحيح. ولها شروط معينه يعني حتى في الغرب ترى يمنعون يعني ان تروحين انت مع واحد ثاني، انت زوجت تروحين لواحد ثاني طبعا خيانه هذه يعتبر بالفطره يعني طبعا بالفطره اكيد اكيد. لكن اذا مثل ما احنا نتكلم عن النواحي البيولوجيه نعم. هم متساويين الاثنين مع بعض نعم. ان هذا عنده قدره. اكو ناس ترى يقول لك واحده ويا الله بعد يعني لا تقولين لا والله مخه مركب على ان اكثر من واحده اوكي يعني اكو ناس فيهم ما عنده القدره لا هي ماليه ولا هي اجتماعيه ولا هي مثلا جنسيه يعني داب من دافع الجنسي انه هو مجرد واحده نعم. يعني احنا راح نتكلم معاك دكتور فضل. اكثر على شوكتنا على كافه المواضيع اللي ممكن نتكلم فيها لكن استاذ محمد اذا بنتكلم يعني بالمحاكم شنو هي الحالات الغريبه اللي قاعده تجيكم وتشوفونها بشكل يومي؟ هو في السابق تعدد الزوجات كان موجود بكثره لكن نتكلم بالسابق وصحيح ان الشريعه سمحت به هذا الشيء صح. مو بس الشريعه الاسلاميه في كذا مجتمع ممكن ان الزوج ياخذ واحدة وثنتين وثلاث ولكن في الوقت الحالي الأغلبية الأسر اللي فيها تعدد زوجات يعني لابد أن يكون في قضايا لابد أن يدخلون محاكم إذا ما كانت الزوجة الثانية الزوجة الأولى لأن أنا قلتي قبل كان يتزوجون واحدة وثنتين وثلاث وأربع ما كان عندهم مشكلة وكان في ظروف معينة صح. يعني يمكن الاخوان اللي يتكلموا ممكن يتكلموا من ناحيه نفسيه والناحيه الجنسيه والناحيه كذا ولكن في ناحيه الظروف اللي كانوا عايشين فيها أيه؟ في السابق واهمها كان في فقر كان في فقر الفقر كان يحد على ان الزوجه لو مهما يصير لها داخل البيت ما كانت ترجع صح. بيت ابوها صح. لو شنو يصير حتى لو رجعت بيت ابوها ابوها يردها ايه؟ على طول واحد واثنين ويتزوج اربعه وما كان عنده مشكله زين لان انا ريال انا قادر اوكلهم فبالتالي خلاص انا مستقر وانا بعيش بنفس البيت بعد نفس الحاج متولي زين ولكن الحين الظروف تغيرت صح. الحين انا اتكلم عن الكويت الحين مثلا متوسط معاش الكويتي 1000 دينار ايضا متوسط معاش المراه الكويتيه هم 1000 دينار صح. فالمراه مو محتاجه الرجل مثل قبل صح. مو محتاجه الرجل ابي الزوج اللي انا ابيه اذا الزوج اللي انا ابيه اختاره بالطريقه اللي انا احبها وبيعيش حياتي فيها فبالتالي انا ما ابي الزوج بلاها مثل ما انت قلت نعم. مثل ما انت قلت في نساء يحبون التعدد وهذا صحيح وهذا موجود بالمحاكم انا نعم. بس انا قلت عشان تحقين على هذه النقطه تحديدا هم يقولون ان الحريم عادي عندهم التعدد عادي ان تكون مشاعرها لكذا رجل نعم. هل انت تشوفين هذا شيء صحيح لا انا الحين بجاوب الدكتور اولا انت قلت حالات الخيانه المراه ما تخون الا ما تحب ريلها في البيت مستحيل ان تحب ريلها وتخون مو شرط هذا يعني هذا الندره لا. دليل ان انت قلت يد قالت لك عالجني لان هي مو متقبله نفسها بهذا الوضع طلقت ويت لي هي عفوا بس هي طلقت ويت لي وقالت لي انا عندي مشكله اني ما اقدر اصبر على واحد هذه العلاقه كل انسان يحتاجها سواء مراه او رجل نعم. اذا كانت مطلقه فهي فعلا تحتاج العلاقه نعم. لان هي محتاجه هالشيء حاليا محتاجته ما مرت في قصة حب حقيقية فتنقلت من شخص لشخص تبحث عن الحب المرأة إذا لقت شخص تحبه تخلص له في كل ما أوتيت من معنى بالعيد. الإخلاص بالعيد. لأن هي تحبه لكن المرأة أن تكون تخون ريلها وهي تحب ريلها
يعني اعتقد هذه من النوادر. نعم انا اشوف الدكتور يخالفه. يا استاذه يا استاذه يجب ان تعرفين ان هذا دافع جنسي، هذا يقع على الحب ويقع على كل شيء. اذا انا مو شبعان اوكي يعني زوجي مو مقصر معي بس مو قادر علي، مو قادر علي وانا هذيل شواذ اقول لك لا 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 احنا نتكلم عن شواذ، هذه مريضه ادري لا مو مريضه. لا استاذ لان في وايد قضايا انا قاعد اتكلم مع الدكتور. صحيح ان يمكن 70% من قضايا الموجوده في المحاكم الخيانات هي اكثرها قضيه فراش. حاليا الخيانات اللي موجوده في مجتمعنا حاليا بسبب احنا شبه المجتمع منفتح زياده عن اللزوم، صار الرجل لاهي عن البيت، طالع عن البيت، المراه تلجا حق شخص تبي تتكلم معه، المراه عندها الكلام حاجه مثل ما الرجل عند الحريه حاجه. الجنسية ايضا حاجه. هي حاجه فعلا، لكن ان انا احب ريلي وانا اروح الجا حق شيء نادرا ما يطلع من النساء. لكن اذا كان الرجل مو معطي دوره كامل، فطول ما هو مخلفي ادور من الادوار تلجا المراه للخيانه. واحنا ما نقول المراه ما تخون والرجل يخون، لا، الخيانه شيء، الرجل لما يتزوج على زوجته ما تعتبر هذه خيانه. هذه ما تدش في بند الخيانه اذا تزوج على زوجته. الشرع محلل لأنه هو يتزوج فهذه ما تعتبر خيانة. أما من ناحية المرأة لا، هذا مصيبة، يعتبر أكثر من خيانة تعتبر مصيبة. المشاكل اللي قاعد تصير عندنا بسبب أن الرجل شال دوره تقريبا عن البيت. قبل الريال في البيت لا كلمته لا وزنه لا مكانته، مغطي كل احتياجات البيت. الحين الأغلب المرأة هي شايلة كل الاحتياجات. المرأة صارت تقريبا، البعض عشان لا أحد يزعل مني، رجل في البيت، هي تصلح السيارة، هي تروح الجراج، هي تروح سوق السمك، هي تحط، هي تشيل. زين هي اللي رضت على نفسها انه نعم يكون مكان. احنا دائما نقول بالبداية انت وافقتي ان الرجل، لا يزعلوا مني الرجال الكويتيين، احنا عندنا الرجل ربادي. ما دام تشيلين عني كلهم البعض 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 البعض، ما دام شلتي عني رحم الله والدك ريحتيني. فاحنا شلتي معاك بعد 3 سنين بعود استخدم مصطلحات عدل. انا قلت يعني رجاء الرجال، لا مو علبه ربادي كلمه سيئه. قولي والله هو اتكالي مثلا. اتكالي بس يلا لا تزعل مني. ربادي يعني تنبل، هذا الكويتي تنبل. بس هذه كلمه يعني شوي ما له خلق يتحرك. فطول ما هي شايله عنه مخففه عنه مرتاح. فهذا مو غلط الرجل، غلط المراه. لكن ان المراه في طبيعتها تحب شخص واحد وتخلص له. المرأة إذا حبت عطت كل ما عندها. الرجل يبي 30% حب تعطيه 70% حب ينحاش. وش رأيك أنه أيضا أكو رجل يموت على زوجته وزوجته ما تعطيه حتى قطرة حب؟ يعني يأتي حالة تزوجته 20 سنة وعندها 6 عيال منه، يعني هذا حال حقيقية ترى. يأتي في العيادة تقول لي بهذا الكلام، بس انا ما احب زوجي. اقولها ليش؟ يقول الحب مو بيدي. هي تقول كذي، قلت لها وين يعني بريلج اذا مو بيدك؟ يمكن انجبرت على الزواج؟ يعني حتى لو انجبرت 20 سنة دكتور وست عيال، احنا امهات وين هذا المعاشر؟ في عشرة وين هالمعاشر؟ فيعني مو شرط الانسان اني انا والله متزوجتك يعني انا احبك. هذا انا ممكن انا امثل دكتور. انا امثل اني انا احبك. ايه هذول لا، يعني مصلحتنا على اساس تسير الاسره بشكل صحيح. نعم. انا امثل لك وانت تمثل لي، اكو وايد من هذا النوع. زين هذا شنو يترتب عليه من حاله نفسيه على الاسره؟ شنو راح ينعكس؟ طبعا اي مشكله من طبعا اذا اي مشكله طبعا هنا اللي راح تصير مصيبه وراح يصير الفراق ما بين ذلك، لان مو متاسس. واكو رجال ترى يحبون يعني اكثر من النساء نسائهم. يعني زوجته يحبها اكثر من ما يكون. والله الولد هذا كان زوجته كان قاعد عندي يوم، انا قلت له طبعا يعني طلعت الزوجه وخليت الزوج معي. إيه؟ كل كلامه هي تحبني ولا ما تحبني؟ صور هي تحبني ولا ما تحبني؟ ابيك تاكد لي انك انها هي تحبني ولا تحبني. فقعدت اداري شوي شوي عليه. إيه؟ وقلت له يا موت خلها تشتاق لك، سافر. خلها سافر روح. إيه؟ لان تحس في فراغك بعدين. صح. فيعني مو شرط ان المراه دائما الحب اسقاط. ما لا 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 شوفي مو شرط اكثر إن حالات الزواج تصير. نعم. امهاتنا ما حبوا ابهاتنا. صح. ما شافوهم. صح. دشت اللي بينهم عشره. صح.
كبروا الحب اللي بينهم يعتبر حب عشرة طبعاً. ما عاشوا الحب اللي عايشين الحين عيالنا الوقت الحين شرارة الحب يحاكيها بتلفون للصبح ما وده يسكر التليفون لذة الحب نفسها ما عاشوها أمهات نعم ولين هذه كلها ترى كلها فيك يعني كلها عبارة عن فعلا هي حب عشرة بس أول ما يتزوجها راح هذا كلها بعدين ما خاصة الكويتي بعدين ما في والله تلاحظين الكويتي أول ما يتزوج يفش لها الباب يصير رومانسي عطيه سنة بس عطيه سنة بعد ذلك بعد ذلك يفش لها الباب يقول لك كسرت الباب لما تسكر شوي استاذ يعني عفوا بس عشان ايضا التقشر مع هذا ونفرح الناس الثانيين خاصة اذا حملت اول ولد ايه ها لا قاعدي انا اركض يدلعها يداريها طبعا اكيد واذا كثرت عند العيال يقول شو انت تسميه سميه كيف يا مو يا ليتني ما اديتنا انت وعيالك استاذ محمد يعني اذا بنتكلم اليوم على وضع المجتمع حاليا مثل ما قالت استاذه عزيزه يعني الحين احنا في مجتمع منفتح صرنا يعني بكبسه زر احنا ممكن الاخبار توصل لعندنا ممكن احنا نتواصل مع غيرنا هل هذا الانفتاح على السوشيال ميديا يعني ادى الى تاثير بان يعني يغير من قناعات المرأة هو يغير قناعة الرجل بالدرجة الأولى لأن السوشيال ميديا خلى الناس تعرف أن مثل ما يعني الزوج كان يشوف مثلا زوجته 24 ساعة يروح من الدوام يتغدى وياها ويروح مثلا دوانية بعدين يرجع البيت ولكن السوشيال ميديا خلى لا ترى في هذه أحلى من مرتي الثاني احلى من مرتي صحيح والله صحيح هذا ترى احلى من هذا احلى منها انا ليش ما تزوجت لي؟ اي والله ليش تزوجت 10,000 دافع على اخر شيء كذي لا زين ما تشوف هذه مقارنه سطحيه جدا يعني؟ طبعا انا بس عفوا بس بقول كلمه صحيح بقول كلمه صحيح انا اتفق معه بس هي مقارنه سطحيه انا بقول هذه ترى علميا علميا الرجل مرئي بطبيعته نعم يهتم بالشكل يشوف يحب يشوف صح عكس المرأة ايه؟ العكس المرأة سمعية صح تحب تسمع كلام حلو ايه تحب الواحد يقول لها كلام حلو عشان كذي احنا نشوف الحين قضايا موجودة حتى موجودة بالأخبار انه والله تلاقي زوج ماخذ من زوجته 40,000 وطلقها ومشى ايه؟ زين ليش عطاها حكي حلو عطتها 40,000 ومشى زين رجل راح وقت الخطبة زين قال له انت حلوه وانت وانا ما شفت نفسك والامور هذه 25,000 شرى له سياره وبس قال لا وما شفت الولد ما ادري وينه سافر زين ليش؟ بحكي حلو اعطاها حكي حلو والعكس ترى هم الرجال سوى يعني هم سوى حق المراه وكذا واخر شيء بس شاف زين واخر شيء اكتشف ان هذه المواضيع هذه مو حقيقيه هذا مو حب هذا ما يسمونه حب فبالتالي بشكل عام خلينا نرجع لموضوع السوشيال ميديا السوشيال ميديا وايد غير من تفكير الرجال سواء بالايجاب او السلب يعني الحين خلينا بالسلب انه قام يشوف انه لا في احلى وفي احسن من اللي انا شفته وبالايجاب راح والايجاب للانسان الواعي والمثقف راح يقول ان الشكل مو كل شيء نعم زين خلينا نقول إن خلال 6 سنين او 7 سنين اللي طافت اللي هي مع بدايه السوشيال ميديا صحيح نسبه الطلاق زادت في هذه الفتره طبعا وكان في يعني الطلاق كان في سبب رئيسي من السوشيال ميديا يعني كنا سمعنا الحضانه تسقط بسبب صوره في الانستغرام الحضانه تسقط بسبب فيديو في السناب المرأة مثلا ما كانت يعني ما كانت بوضع أخلاقي معين نعم زين فبالتالي سقطت عنها الحضانة نعم الحضانة السوشيال ميديا وايد أثر على الأحوال الشخصية بشكل كبير وهذا رد على الأستاذة بحيث أنه تقول والله إذا حبت واحد بس لو يعني روح متحامل على الحريم دكتور يعني لا مو متحامل بس هذا حياتنا الآن هذه طبيعة وغريزة يعني فينا مو كذي هذه حياتنا الآن في العيانة مو غريزة عند المرأة عفوا الحب العيان الخيانة ما تعتبر غريزة عند أكيد المرأة. لا طبعا لا ما أنا الخيانة ما غريزة لكن لا. المرأة يعني حاليا تتعرض لضغوط زيادة عن اللزوم الإهمال ترى المرأة لها احتياجات والرجل له احتياجات الرجل يبي حاليا في وقتنا الحالي يبي صديقة يبي أخت يبيها أم يبيها تتعدد الأدوار عندها
فهو محتاج هذه المرأة في البيت. احنا مشكلتنا عندنا أمية في العلاقات الأسرية، عندهم أمية في التعامل مع بعض. يعني تلقي مثل ما قال الأستاذ، ناس رايحين يتطلقون، ترى هاي يعني رواية حقيقية، هي ما تحب دياي الماركة الفلانية وهو يحب الدياي. يعني الطلاقات تشوفين الأسباب تافهة، لكن فيها تراكمات قبل لا يوصل حق السبب التافه. بسبب أولا دخول المقارنة بين الزوج، بدأت المرأة تقارن أو الرجل يقارن، هذا سوى خلل عندهم بالعلاقة. هذه رقم واحد. هو ترى في خيانة فكرية وغير خيانة الجسدية. يعني من بداية ما يبدأ الرجل يقارن هني دخل في عطى نفسه مجال إنه يدش في سلك الخيانة. لكن كمجتمع يعني الرجل ما يتحمل خيانة المرأة، لأن بطبيعة الرجل ضعيف. يعني أقل ما يتعرض الرجل يشوف الخيانة يمكن ينشل، يمكن ينهار، يمكن يتعقد، يمكن يقتل. أما المرأة بطبيعتها ممكن يقتل. والمرأة بطبيعتها إذا تعرضت للخيانة ممكن تتناسى، مو تنسى، عشان تمشي المركة، عشان تكمل الحياة. لكن إنك طبيعة في المرأة أن تخون، لا، المرأة إذا حبت أخلصت. ودليل إن أمهاتنا كانوا في عصرهم ما كان في سوشيال ميديا. مثل ما قال الدكتور، يتل امرأة، أنا بعد يتلي العيادة، يعني رجل منصب وهيبة، قال أنا بنت عمي أعطوني إياها وجايب منها 14 ياهل، يقول أحبها، قصدي أحترمها، ما قدرت أحبها، أحترمها، ما أرضى عليها، أمرضت شلتها، وقفت وياها في كل المواقف، بس مو حب، عشرة. إيه؟ فقبل ما كان موجود الحب كثر ما الحين، العلاقة والكلام والتعلق، وطبعا التعلق منبوذ لكن موجود حاليا بسبب السوشيال ميديا. مثل ما قال الأستاذ، المرأة سمعية، إذا سمعت ممكن تنجرف. عشان كذي دائما احنا نقول حق البنات، لا تعطين مجال انش تسمعين، لا تسمعين لا اكثر من اللازم، مدام مو باطار شرعي، خصوصا اذا كان في نقص بالبيت. خصوصا اذا كان في نقص بالبيت ممكن ترجع. نعم، نقص الابو، ترى على فكره اول رجل في حياه البنت الابو، نقص حنان الابو يؤدي الى انجراف البنت نفسها. ثانيا ندش بيت الزوج، زين الزوج هم بعد له اولويات مثل ما المراه. احنا نقول المراه هي الاقوى في البيت، ان هي تمشي البيت. يعني في حالات تجينا يكون الرجل عنده فكرة الزواج، لكن المرأة بشاطرة. يعني واحدة من الأخوات قالت أبوي كان على علاقة إنه هو بغى يتزوج واحدة، تقول قلنا حق أمي، أمها مرعودة فاهمة، فقالت إيش لا تقولوا لأن قلتوا لي، خذته وسافرت فيه وراحت، شود الثانية ملت، زهقت، فلت، فحلت المشكلة بهدوء. يعني أنا أطرش رسالة حق البنات، إذا دريتي ريلج إن احتمال بداية علاقة، أنت بشطارتك تقدرين تردينه للبيت. شوفي أول شيء، شوفي نفسك، شنو ناقص، شنو اللي أنا ما سويته، شنو الشيء اللي أنا خلى هذا الريال يلجأ حق واحدة ثانية. ترى الرجل ما يطالع جمال، تلقين مرته جميلة في البيت وياخذ واحدة عادية جدا، لكن عندها حنان، عندها حب، متعاطفة، تهتم فيه، فتعوض هذا الموضوع. فأنت دائما ناقشي نفسك قبل لا يطير طيرك. هذا دائما نقول، احنا دائما نقول شنو العيوب اللي فيك اللي خلى هذا الرجل يلجأ لنا. احنا أكثر خطأ بس أوضحها، تفضلي. أكبر غلط تطيح فيها المرأة لما يقول لها بتزوج واحدة ثانية، تقول له وين روح، منو بتاخذك، يا ريت كان زين فكونك مني. هذا التحدي. هذا التحدي يعطي إصرار إنه يسويها. يعني حتى لو هو كان بين البنين سوينا بالمرأة. هو بيجرب كان دائما. يجيس النبض. عموما احنا مستمرين معاكم، أسئلة كثيرة بنسألكم فيها، لكن من بعد هذا الفاصل. مستمرين معاكم مشاهدينا مع ضيوفنا في الاستديو، وحلقة نقاشية حول هل يقدر الريال، يعني هو عنده قناعة في إنه يكون عنده مرة واحدة، وهل المرة ايضا عندها قناعه ان هي تحب كذا شخص، لان احنا قناعاتنا مختلفه ونقول المراه ما تقدر الا ان هي تظل الا على ريال واحد. معنا دكتور، انت قلت كثير من يجيني يقول لي مثلا انه والله لا، المراه بس، او المراه تبي من ريال يحب واحد. قلت ليش؟ الحب هذا هو عباره عن شعور بالراحه. يعني هاي دراسات علميه، ما انا اقولها، انه راحه الاتصال، يسمونها كونتاكت كومفورت. بهذا المصطلح، هذا احد العلماء اللي هم اسمه هارلو، سوى دراسات عديده على الحب، فشاف انه هو عباره عن راحه الاتصال. فلذلك انا اي شيء اتصل فيه
احبه. ولذلك مثلا امي اذا ما اشعر براحه بالاتصال فيها ما احبه. امي لان هي تؤذيني، هي تغزز لي مثلا، هي تجرحني بالكلام مثل كذا كذا. يعني الحين قبل كم يوم في واحد قتل امه، لانه ما يشعر بالراحه، لانه هي لما اعطيته الراحه وما اعطيته الامان وما اعطيته السلامه، وانه هو يعني لما يتصل فيها يشعر بكل العواطف، ما سوى هذه الاشياء. لكن اكيد الام جافه صارت، يعني طبعا انا ما راح اعطي اسباب واعذار لهذا القتل، لكن عموما الطفل دائما يحب الام اللي هي فيها حنان. صور صوي هذا دراسات بن هارلوي نفسه هذا العالم يقول الام التي تتحرك هي اكثر حبا يحبها الاطفال من الام الثابته قاعده ساكته. الام الدافئه افضل من البارده، تصور بهذا الشكل، يقول له بهذا الشكل. يعني الام التي تكون تلبس ملابس الحلوه والزينه وتذكرته يحبونها الاطفال اكثر من ام اللي هي ما تلبس هذه الاشياء. ولذلك الطفل لما يشوف امه لابسه الحلو، الله يما ايش حلقاتها عليك، طفل صغير لكن ايش حلقاتها عليك، فيستانس ويقترب اليها. لكن اذا الام فيها غم وهم وحزن وقاعدة في البيت ما تسوي شيء ولا تلكت ولا تتحرك، ما يحبونها الأطفال. أيه. وهكذا الإنسان، هكذا الإنسان حتى الرجل. التواصل هو يعني عنصر مهم طبعاً، راحة الإنسان مهمة جدا، فهذا يشعرني براحة عندما يتحرك، عندما يثبت لا والله ما أبيك. صح. لا ما يصير، قوم وياي، قعد وياي، سوي وياي، تكلم معي وهو ساكت. لذلك دائما احنا نقول ان العنصر الاساسي في الحب هو راحه الاتصال. اكيد. ولذلك الانسان عندما يعني المراه مثلا، فاذا كانت ما تجد عند زوجها هذه الراحه، فاكيد تبي تشوف مكان راحه ثانيه في مكان رجل ثاني، وهذا طبعا ممكن تكون خيانه، ممكن تطلقه وتاخذ واحد ثاني. صحيح. صحيح. زين دكتور، يعني لو بنتكلم ان بما ان الرجل عنده قناعه المراه الواحده مثل ما انت تفضلت، نعم. ليش تلجا اغلب النساء الى عمليات التجميل؟ هذا شيء حلو. إيه؟ ترى لان يزيدها ثقه اول شيء في نفسها، وبعدين لابد ان تغير. ترى الروتين هو اكثر ما يقتل الزواج، هو الروتين. الروتين اللي دائما اشوفه طبعا المراه ايضا تريد الرجل ان يتغير. صح. على فكره يعني ايه؟ يعني طريقه ملابسه، الريح اللي يحطهم، ولا طبعا تمل. فاللي يقتل اللي هو حياتي الاثنين الزوجين هو الروتين. نعم. ولذلك المراه الشاطره، دائما اقول المراه الشاطره الذكيه التي نعم تتغير. لذلك التفخ والنفخ وهذا كله يصب في مصلحتها. ايه؟ ان زوجها يقول الله ايش حلاتك اليوم؟ زينك اليوم. صح. هذا شيء جميل جدا. يعني كثير من النساء يشتكون يقول لك والله زوجي ما يكلم لي، شو كلمك مع شعرك مع ملابسك هذه؟ صح. يعني لازم تكون مهتمه بالضبط في نفسها امام زوجك، مثل ما تطلعين برا وانت متزينه قابلي زوجك بهذه الاشياء. صح. لا تقولين لا والله روتين الروتين يقتل اللي هو علاقه الحب بين الاثنين. صح. استاذ محمد، انا في بس باعتقاد شخصي، إيه؟ ان اكثر عمليات التجميل اللي يقومون فيها النساء بسبه الرياييل. بسبه الرياييل. الرياييل هم اللي يخلون الحريم يروحون يسوون عمليات تجميل. ليش؟ لانه يبطل تليفون يشوف مطربه ولا مغنيه، والله هذا خشمها حلو، والله هذه مكنوفه حلو، والله ما شنو جسمها. لا في شيء متغير ما ادري شنو. الحين زوجته صار لها 20 سنه ما يدري، والله لو تصبغ ما يدري. زين والله هذا متغير، هو تخليه غصبا عليها هي تروح. ايه؟ تروح. وهذا شيء زين يعني، هذا وتاخذ شيء وتاخذ قروض، تاخذ قروض عشان عمليات التجميل. زين هو يبي العمليه خليه هو يدفع. ابي اقول لك تاخذ قرض المسكين، هي خايفه خلاص تفقد زوجها، يبي واحده ثانيه خلاص. لا بس انا بقول لك، كان عندي قضيه بخصوص عمليات التجميل، كانت عمليه شفط دهون. ايه؟ فراحت المراه حق الدكتور، والدكتور شوهها وحتى هي طلعت في التلفزيون، اذكرها بقناه ثانيه، فطلعت في التلفزيون وشوهها، وحتى زوجها بعدين قال لها انا ما اقدر يعني صراحه اعيش معاك على هالمنظر هذا. فهي مسكينه بدال لا يكون يعني شيء حلو. اي قالت انا ما اقدر اعيش معاك صراحه، وطلقها فعلا. وانا شفت هالحاله وشفت الزوجين يعني، وفعلا هي مشوهه، ويقول لها انا صراحه انا صغير وعمري 35 سنه اقدر اتزوج. زين ما المسكينه سوت هالشيء عشانه. اي بس نرجع حق نفس الموضوع، الريال يبي بالنهايه يبي يشوف. الريال يبي يشوف مرته زين في منظر معين.
يعني قبل بدل بالعادات السابقة طبعا المرأة دششونها علي بالعبات ها ايه؟ ما يشوفوا ولا شيء يعني في ليلة زفافة ولا يشوف بس مقتنع لأنه ما يشوف غيره صح لا يشوف ميديا ولا يشوف تبزو ولا يشوف ما عندها الوسائل ما عندها فذلك العشرة كانت سليمة ما فيها أي شيء لكن الآن من تقدم اللي هو يعني التكنولوجيا أثر وايد على العلاقات الأسرية أكيد أستاذة يعني أجاوب بس أنا جاي بقول لك عد عندك تعليق تفضلي أبي أجاوب عمليات التجميل أولا المرأة كطبيعتها خلينا نتحكي عن المرأة الكويتية دائما راقية دائما تطلع بناتنا كلهم حلوين رقم واحد والعمليات اللي تسويها مثلا إبر البوتكس الفيلر هالأشياء اللي تحافظ على هي هويتها نفسها بس ان هي تحافظ على رونقها وشبابها وكذي هذا لابد منه يعني وصار دارج نعم لكن اللي تسوي عمليه تجميل عشان تصير الممثله الفلانيه فهي نقص في ثقتها في ذاتها هي عندها نقص مو نقص هو زوجها قال لها هو طالب منها حتى لو يطلب منها هذا معناته النقص انا اروح انا كانسان كذات ما لي شغل هو طلب مني يصير منو تصيري لكن كذاتي انا نقص في ذاتي اني انا اروح اسير الممثله الفلانيه لكن اني احافظ على نفسي على كاريزمتي على شكلي على وضعي اني احافظ على شبابي يظل مستمر وياي مده اطول هذه المراه الطبيعيه صح ودائما الكويتيات يلجؤون حق هالموضوع نعم. يعني دائما هي موجوده لكن قله منهم اللي تروح تغير مثل ما يقولون ربعنا تشيل راس تحط راس ثاني هذا عدم ثقه في نفسها ثانيا الرجل ترى مو شوف بس الجمال عند المراه يعني ترى الحين حتى شغاله في البيت كاشخه يعني ما عندنا مراه مهمله ما عندنا مراه ما تهتم في نفسها الحين بناتنا من عمر 20 تبدي تهتم حق ال40 لا بتتزوج وتجيب العيال ليه بتتزوج لا تظل بناتنا يضلون لا استاذ يضلون على الكشخه مو حق الزوج هذا المشكله الكشخه والترتيب مو حق الزوج مو هذا اللي قاعد انا ما دشيت بيت وحده كويتيه شفته مهون الى ان ايش بدي شفته غريبه يعني تطلع في مثلا باي كلام وهي بالجامعه صح واول ما تشتغل صح من تتزوج أبجاوبك أنا بس خلاص أنا بجاوب هجوم ترى يا ابن الزين على واحد ما يصير هجوم لا بس دائما الحرمة الكويتية خاصة الحرمة الكويتية إذا تزوجت وخلاص وطمأنت كأنها حطتها كارت فلاش يسمونها يعني خلاص هذا جيكر عندها لي مخباته فلذلك تعمل اللي هو الواجبات اللي تأديها في البيت ما تهتم بنفسها لأنها تقول العيال هالكيني دراسته مالكيني وعلى قولت المشاوير البرة فلذلك من وذي بعيادات التجميل اللي سمع زحمة سمع خلينا نكمل ولذلك تحمل فيك يعني طبعا كثير منهم يحملون تيله بأي شيء لبغى يطل لدش ولا شيء صدقيني بأي شيء خلاص معه وتزوجها انتهى الأمر وهو أيضا ما قاعد يطلع غيري فأنا يلا خلينا بالروتين وخلينا أي شيء فيدش عليها تلقاها شعرها أي كلام بابسها أي كلام ممكن تعلق فيها أيضا اللي هو روائح الطباخ حاليا القله اللي يطبخون اقول لك يعني بس اقول لك مو تدخل المطبخ فاذا دخلت المطبخ ممكن ثانيا عندنا مشكله التجميل اللي حاليا موجوده عند البنات اغلب شيء البنت طلع عندنا عزوف من البنات ومن الاولاد عزوف في شنو؟ عزوف عن الزواج نعم عندنا الفئات من البنات والاولاد حاليا موجود واقع ظاهره في عندنا عزوف كبيره من الاولاد ومن البنات تقريبا عندنا عزوف ما تبي تتزوج ممكن انا اصرف على نفسي انا اسافر انا اروح انا اي انا 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 ليش احط ما بي اتزوج والاغلب في يجون يتكلمون احنا بالمحاضرات لما ابي واحد احبه ما بي اتزوج زواج تقليدي هذا الدارج اللي على السطح موجود لكن عندنا المشكله لما دخلت على الاحصائيات وشفت احصائيات الزواج التعدد متى يبدي بعد عمر ال 35 ايد الدكتور لما تكبر المرأة ويكبرون العيال وضمنت مثل ما قال كرت حالات التعدد تبدي بعد 35 لأن هالفترة هذه بعد الزواج يدشون العيال في مراهقة فيصير هني عندها اللود تعب أكثر ترى هو بيبي مو محتاج كثر ما هو مراهق محتاج خاصة في زمننا نعم. عندنا احنا في تنمر عندنا نسبة مخدرات مرتفعة عندنا مشاكل في المدارس فتبدي بحكم ان هي اللي في البيت وهي اللي مجاب للعيال يعني انا مو ضد الرجل بالعكس انا معاكم قلبا وقالبا ومع المراه هم بعد لكن احنا عندنا المشكله ان المراه الكويتيه صار عليها هي اخذت هي سحبت البساط من تحت الرجل عشان تثبت له ان انا قادره
وهو أعطاها الوسط. فصارت هي تربي هي في حالات التعدد تبدي بقى. ما في واحد صغير يعدد إلا قلة جدا. نعم. يعني عمره 29 عمره 30 هذا جدا تلقينها، لكن بعدها لأنه يفقد الاهتمام في البيت، يطفي الاهتمام عند المرأة لأنها تهتم في شيء ثاني. لكن الأغلب حاليا أوكي هي في البيت، أنت مثل ما تقول احنا ما شفنا، بس مثل ما أنت تقول إن هي مهملة في البيت، احنا قاعد نشوفهم في كل مكان موجودين. احنا المرأة مو نفس قبل، بيتوتية أغلب وقتها برا البيت، نفس ما الرجل أغلب وقتها برا البيت. يعني أول كان الأطفال الريال يجي من الدوام يقعد في البيت ياكل لقمة يقيل يروح الديوانيه، المراه قاعده في البيت. الحين المراه نفسها تجي من الدوام جابل شوي العيال، شوف دراستهم شو ناقصهم، راحت استقبال، راحت الاثنين طالعين، فمعناته هي طول النهار مهتمه بنفسها. اي فالاهتمام موجود، مشكله المراه اهتمامها بالزوج نفسه هو اللي يطير الزوج. فمعناته نقطه استاذ محمد لما قال ان اهتمامها في نفسها مو لزوجها، علشان المظاهر، علشان الناس يشوفون، عشان الناس يشوفون شنو عندها شنو هي. وهذا أنا هو لما قال حق الزوج قلت له لا هي حق نفسها، هي طبيعتها احسن من الاخرين. اي بس ما تداري مساله انه ابي اصير بعين زوجي نعم. بشكل افضل بشكل حلو علشان ما يلتفت لغيري. بس هي اكيد يعني هي لما بتسوي حق زوجها وحق رفيجاتها يعني بالنهايه هي بتراوي في جاسه الزوج يختلف عن اهتمام. نعم انا معك، لكن المراه قاعده اقول لك المشكله عندنا يقل الاهتمام حق الزوج. الزوج طفل كل ما يكبر ترى يحتاج عنايه اكثر. صح. كل ما يكبر الرجل يبي عنايه، يبي حب. صح. يوصل في مرحله من العمر يبي يسولف وياها، يبي يتكلم عنده، فيلجا حق واحده ثانيه عشان يتكلم وياها. يوصل مرحله يبي يقعد وياها على السفره يتغدى، يبيها هي تطبخ. يمكن 10 سنين ما طبخت، مره واحده يدخل يقول ابيك انت تطبخين. نعم دكتور. نعم. عندك تعليق؟ والله شوفي ايضا اكو يعني مرحله من المراحل العمريه عند الرجال يمكن النساء ما يصابون فيها بكثير، وهي اللي هو ما يطلق عليها اللي هو ازمه متوسط العمر اللي هو ميدل ايج كرايسيس. فعند الطاقه الجنسيه تندفع اكثر. نعم. وتتجدد، يعني يصير يشعر كانه 18 سنه. اوكي، وهذه طبعا فيها اتجاهين للرجال، اما ان يتدين اكثر ويلتزم ب اللي هو يقول خلاص انا كبرت ويجب او يصير فلته. فتلقى يجدد زوجته، يجيب واحده ثانيه، او يشتري سياره جديده، او انه هو مثلا يجمل نفسه يشبب نفسه، يصبغ شعره، يصبغ شنبه. صح. يعني على اساس انه هو يصير شاب. طبعا انا كمعالج نفسي او كان اخصائي نفسي انا اقول له انطلق في الحياه. ولا تصير مكتئب، لان الاكتئاب هو مرض في حد ذاته. صحيح. فكلما انطلقت للخارج بس لا تؤذي نفسك ولا تؤذي اهلك وزوجتك وبيتك. صحيح. لا تؤذي احد اخرين. صحيح. بس بدل عندك الطاقه هذه اطلع للايجابيات ولا تطلع الى السلبيات. بالضبط. فاحنا نخاف دائما انه هو يروح للسلبيات. نعم. لكن هو مو عباره عن شكما تقول هرمون داخل الجسم وبعدين انا بروح اشبع هذا الهرمون. بالضبط. استاذ محمد كلمنا على الاقتراح النيابي اللي موجود حاليا. الاقتراح لتعدد الزوجات؟ نعم. التعدد الزوجات كانوا هي ترى في فكره يعني قديمه، مو بس مو موجوده يعني اول مره يسوي او بدعه مثلا بالكويت، لا هي موجوده في السابق، كان في الحرب العالميه تكلموا فيها، الحرب العالميه الثانيه. فالمشكله التعدد، مساله ان انت تستاذن من مرتك الاولى على اساس انك تتزوج، هذه ما لها اساس، يعني لا اساس شرعي ولا هي في اساس قانوني، ولا في مثلا دول العربيه مثلا مصر اللي احنا مثلا ماخذين من احكامهم كثير من النصوص، حتى ما اخذت نفس هذه الماده ولا هذا النص في الاحوال الشخصيه، ولا في فقهاء الشريعه تكلموا وقالوا مثلا ان شرط ان تعدد، شرط تعدد الزوجات ان تستاذن من المراه الاولى. وكل الاحوال هو العصمه مو بيد المراه اصلا. ف يعني هذا الشيء مو يمكن يعيق مشاكل فيما بعد، في حال يعني توفى الرجل وصار في ورثه بالموضوع، تطلع فجاه يعني عنده زوجه ثانيه، ممكن يسبب مشاكل بين الاخوان وزعزعه. صح، صح كلامك. ولكن لازم تعرفين ان الورث هو حق للزوج. يعني مو الزوج اللي تتدخل فيه، ولا العيال اللي موجودين وفي حاله
في حاله حياته. كان في حاله حياته إيه؟ هذا حقه هو إيه؟ فهو من حقه انه يتزوج واحده وثنتين وثلاث بدون لا يستاذن هو. ممكن ان الزوجه كمثال الزوجه مريضه مثلا جنسيا زين، هل انت تتوقعين ان كل الحريم المرضى يقولون حق ازواجهم روحوا تزوجوا عليكم تعالوا تزوجوا علينا؟ ايه مستحيل، مو الكل، الاغلبيه راح يقولون لا، لو شنو فيني، لو انا ان شاء الله قاعد على ويلتشير لا تزوج علي. صح ولا لا؟ فعند كل الاحوال صعب ان تستاذنين المراه ما راح تقول لك لا، يعني ما راح تقول لك والله اتوكل على الله وروح. صعبه يعني، هذا ممكن ما في، انا شفت حالات في 20% تعلمها بالشيء 20%. مو هو شلون انا اعلمها؟ مو لازم انه يكون مثلا ورقه رسميه؟ هم يحتاجون اثبات لهذا طبعا الموضوع. شلون انت بتزوجين الزوج الثاني ولازم الاولى توقع؟ كم بالمية بيوقع؟ صفر واحد ما في نصيب. لا يعني في بس ادري انه قليل. يعني انا بالمحاكم اشوف مثلا الزوجه، هذه حاجه صارت زين انا شفتها. زوجه معاقه والزوج شفنا كل الاثباتات اللي عنده والاوراق وكشف اتصالات وكشف حالات دخول وخروج منافذ، الزوج ما عليه شيء. شفنا الصحيفه الجنائيه ما عليه شيء، ايش فيه الزوج؟ كان تقول والله انا حاسس انه متغير، انا حاسس ان هذا متغير الزوج. اوكي شفتي شيء؟ كان يقول لا بس انا عارفه قبل وعارفه الحين متغير. زين الحين انت يعني مع احترامي يعني انت فيك مثل ما يقولون فيك اعاقه زين، وانت هم تشكين زين، وما تبين زوجك بعد يتزوج عليك؟ صح. لا هو يا تطلب طلاق يعني ما في شيء، ما في لا ما شافها بصوره ولا شافها بفيديو ولا شافها مثلا ولا تزوج عليها للحين مو متزوج عليها ولا صار شيء، بس هي تقول انا بطلق. ليش بطلق؟ ليش بتطلقين؟ والله انا شفت انا احس انه متغير. زين هذه طبيعه المراه. انا برجع طبيعه المراه، يعني هذه المراه هي معاقه ما تبي احد، هذا ما يبي يتزوج عليها للحين، هذا بس شكت ترفض. هذه شكت بس شكت، مو بس وهم يعني. احنا مشاهدينا وصلنا الى ختام هذه الحلقه النقاشيه، يعني صراحه استمتعت في الحوار. كلمه اخيره توجهينا استاذ عزيزه. والله اتمنى ان هالكلمه هالمره للحكومه، بدل ما تشتغلون على ان تعززون تعدد الزوجات حق الناس المتزوجين، ترى عندنا عزوف، ابدي هني عزز. في الناحيه الثانيه عندنا وايد شباب عازفين عن الزواج، بنات وايد رافضين ان يتزوجون. المفروض هني تندرس هالحاله وشنو اسبابها وشنو اسباب الطلاق اللي قاعد يصير في شهر شهرين، كلش مده سنه وطلقوا. هني محتاجين دراسات. نعم شكرا لك دكتور. كلمه اخيره. النقطة مهمة ويجب ان ننتبه اليها دائما. دائما الناس تفكر ان انا اتوافق مع زوجي، يعني سواء الزوج يتوافق او الزوج يتوافق معي، وهذا كلمه خاطئه يقولها في الزواج. هو عمليه تكامل، انا اكمل زوجتي وزوجتي تكمل لي. النواقص اللي عندي تكملها زوجتي والنواقص اللي عندها انا اكملها. هكذا تكون السعاده بين الاثنين. هكذا فعلا انه هو عباره عن عمليه تكامل وليست عمليه توافق. التوافق اللي انا والله ما اختلف معك، لا انا اختلف معك، ولذلك هذا الاختلاف هو اللي يغذي الحياه. صح. نعم. لا انت انا اكل برتقال وانت تاكل برتقال ما راح تفيديني، صح ولا لا؟ لابد ان تاكلين انت تفاح علشان يصير عندنا نوعين من الفاكهه. نعم شكرا. وهكذا في الحياه. شكرا لك دكتور. استاذ محمد. والله اخيرا يعني اذا انا بتكلم عن تعدد الزوجات في الوقت الحالي الواقع الموجود، انا ضد هذا التعدد الا في حالات يعني يمكن هي تكاد تكون 10% من المجتمع الكويتي، لان تعدد الزوجات فيها قضايا كثيره، فيها مشاكل، فيها عدم في الحسه، تحس العيال الموجودين في البيت تحس ان هم مو كاملين نفس الاسره الواحده. صحيح. يعني صح. حتى الزوج ما يكون مركز على بيته بس. يعني دائما يقولون في مقوله كون كذا ابو حق ولدك، بس لا تفكر بالتعدد. نعم. يعني لا تفكر ان تتزوج اكثر من واحده، لا انت كون كذا ابو حق عيالك ببيت واحد.
واخيرا اشكركم ومشكورين ويعطيكم العافيه. شكرا لكم على تواجدكم معنا اليوم. كل الشكر لك الدكتور خضر بارون استاذ علم النفس بجامعه الكويت والمحامي محمد صفر، وكذلك الاستشاريه التربويه الاستاذه عزيزه الحداد على تواجدكم معنا اليوم. كل شكر لكم. مشاهدينا كانت هذه حلقتنا اليوم، نلقاكم على خير ان شاء الله باكر في نفس الموعد، فما الله.